معالي الوزير. هلا شيء نحضر نحن هذا الفيلم لاننا مقتنعين انه نحضره، وبنكيب الوزير قبل القرار وبعد القرار. انت شوف الوزير ليه علق هالقد على القصه وليه في كثير اشياء اهم بالبلد يطلعوا فيها، من انه حاطط راسه بالموفي تبع باربي الاولاد لهم مدري قد ايه ناطرين. عرض ولا ما ينعرض صراحه، نحن اليوم بال 2023 بيطلع لنا وزير بدي يلغي فيلم يعني اسمه باربي للاطفال، رغم انه في امور من المثليه اللي عم يحكوا عنها الا صارت جزء لا يتجزا من مجتمعاتنا، خلينا نشرحها لاطفالنا ليعرفوها على قليله احسن ما يتفاجئوا فيها. نور 50 سنين نحضر باربي، عم نعمل هيدي شو بيقولوا الريفايفل اوف اور تشايلد هود. كان محمص اجي احضره كثير، ما كان مفروض انه يهتموا بقصة انه to ban the movie or not to ban the movie، لانه كثير قصص going on اهم نهتم لها، مثل كل ازمة obviously اول شيء. اذا ما كانوا عرضوه بالصناعة كنا حضرناه اونلاين ستريمينج او شيء، انه كنا رح نحضره anyway. بعدين في شغلة كثير مهمة بدكم تعرفوها، الجنراسيون الجديد اللي تعودت كل اللعب تكون ديجيتال، كل الناس تلعب اونلاين وبتلعب بالعاب فيها فيولونس اكثر من شو موجود بباربي. بقى باربي لإلي هي ريفايفل لفريمون كل الانفونس تبع كل حدا لعب بالبوبي، بوبي حلوه بوبي بشعه وات ايفر، بس ما فيهم اخر شيء الرتور دائما على السورس يلي هو باربي.